بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء سادس الأشواطئ أيضا خصص للفية الجعدان، ينطلق على حضراتكم مع المراكز الأولى والمتقدم العابر حمد بسعيد المحاربي مع المركز الأول، ومع الصدارة هذا الشوط المركز الثاني هملول سعود بن سالم العامري ينطلق على المركز الثاني، غير نحو المركز الأول عود إلى ثالث المراكز مناور محمد بن الحميدي الوهيبي على ثالث المراكز ورابع المراكز البازة محمد بن الصغير الوهيبي، هذه النتيجة إلى المراكز الأولى عود إلى الصدارة إلى المركز الأول، انطلق هملول مع الإنجاز مع التحدي الجميل ومع الإثارة نحو مراكزنا الأولى المتقدمة هنا مع الصدارة إلى المراكز الأولى إلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، هذا هملول سعود بن سالم العامري يبحث عن الإنجاز الثاني نحو المركز الأول، يا سلام انطلق نحو الناموس، لكن العابر على ثاني المراكز هملول نحو الصدارة نحو القيادة هذا الشوط ونحو المركز الأول، انطلق وطار نحو الصدارة الشوط نحو المركز الأول، تهانينا والناموس لمالك هملول سعود بن سالم العامري على هذا التألق الجميل والتألق المثير. النقطة الثانية لهذا القعود المركز الثاني العابر حمد بن سعيد محارب المركز الثالث، كان هناك المتواجد مناور محمد بن الحميد الوهيبي توقيتنا الزمني دقيقة 41:50 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا أيضا الشوط، تهانينا على هذا اللبن.